روسيا بتحاول تقضي على هيمنة الغرب للأبد وتعلن نهاية الخدمة لقناة السويس الملاحية، وباستخدام خطة محكمة لفصل الشرق عن الغرب تتحقق معجزة فلاديمير بوتين الاقتصادية، ويتم حاليا تنفيذ مشروع القرن. شبكة خطوط بحرية وبرية وسكك حديدية يبلغ طولها 7200 كيلومتر، تبدأ من مومباي في الهند لربط المحيط الهندي ومنطقة الخليج مع بحر قزوين مرورا بإيران، ومنها إلى سان بطرسبرغ الروسية، لينتهي بشمال أوروبا وصولا للعاصمة الفنلندية. والآن بيتم عليه عمليات النقل التجريبية. هل فعلا العالم كله هينحني للدب الروسي مقابل استخدام الممر؟ لو عايز تعرف أكتر عن الموضوع وتشوف بنفسك حجم التهديد اللي هيقع على مصر، يبقى لازم تتابع الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بعد فرض عقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، هنلاقي كالعادة الدب الروسي بيفكر في حلول تنقذه من الخسائر. وبعد ما كانت روسيا وإيران من الدول المغضوب عليها، هيكونوا هم أصحاب القرار الأخير في القضاء على هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا، وده طبعا بالتعاون مع الصين والهند. يعني الموضوع مش مجرد تهديدات لحكومات الدول الرأسمالية الإمبريالية زي الولايات المتحدة وبريطانيا، ولا حتى مجرد فرقعة إعلامية، لأن روسيا وإيران بدأوا خلاص بالفعل في إنشاء ممر اسمه ممر الشمال والجنوب علشان يربط ما بين أرضهم. وأحب أقولك إن عدد كبير من المحللين بيتابعوا الموضوع باهتمام شديد، لأنهم بيأكدوا إن بناء الممر هيأثر على قناة السويس المصرية، واللي بتعتبر أحد أهم الشرايين الملاحية في العالم لمدة 200 سنة. وحسب ما أجمع عليه الباحثين والمحللين السياسيين، إن الهدف من بناء الممر هو الهروب من العقوبات الاقتصادية اللي فرضتها الدول العظمى على روسيا وإيران. طب اشمعنى روسيا وإيران؟ كلنا عارفين إن بعد إطاحة الثورة الإسلامية بنظام حكم الشاه محمد رضا بهلوي وهروبه إلى أمريكا عام 1979، اضطرت الجامعات الإسلامية الموجودة في طهران إنها تحجز العاملين في السفارة الأمريكية، وده لإجبار الأمريكان على تسليم الشاه. وعملية الخطف دي استمرت لمدة سنة ونص، ومن ساعتها وإلى الآن والولايات المتحدة بتعلن رسميا إن إيران دولة راعية للإرهاب، وممنوع أي دولة تشتري منها المواد النفطية، وإلا هتكون في عداء رسمي وصريح مع أمريكا نفسها. يعني كده إيران مغضوب عليها من الولايات المتحدة. أما روسيا فبتعتبر دولة محتلة للأراضي الأوكرانية، وده بعد اللي حصل وغزو أراضيها، ومنتهكة لكل المعايير الأخلاقية في التعامل مع الشعب الأوكراني. فبسبب الحرب الأوكرانية دي الولايات المتحدة غضبت عليها هي كمان، فروسيا وإيران قرروا يتحالفوا مع بعض ويدمروا اقتصاد أمريكا. وعلشان الأشرطة الحدودية لإيران وروسيا قريبة من بعض، فالدولتين قرروا إنهم يبنوا ممر الشمال والجنوب عشان يبقى عندهم مسارات آمنة لتجارتهم. وخلينا أقولك إن الموضوع ده كان مطروح من سنين طويلة، وتحديداً عام 1992 أثناء قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وبعدها بثمان سنين وقعت إيران والهند وروسيا الوثيقة الأولى عشان يتم إنشاؤه في سان بطرسبرغ الروسية. وبعد نجاح الخطة المبدئية انضمت 14 دولة للمشروع، زي أوكرانيا وسوريا وسلطنة عمان وتركيا وكازاخستان وطاجيكستان وأرمينيا وقرغيزستان وبيلاروسيا وبلغاريا، وده بالإضافة طبعا إلى روسيا وإيران والهند. وبما ان ايران موجودة في قلب الممر وكانت بتمر بمشاكل اقتصادية رهيبة بسبب الحصار الاقتصادي اللي فرضته عليها الولايات المتحدة، فكان من الطبيعي انها تكون اكتر دولة بتسعى لبنائه من 20 سنة. لكن وفقا لتصريحات حكومتها فهي ما كانتش بتلاقي اي حماسة او تفاعل من روسيا لغاية ما حصلت الحرب الاوكرانية واتفرض على روسيا هي كمان حصار اقتصادي. فبدأ الرئيس فلاديمير بوتين يعلن رغبته في بناء الممر ده خلال اسرع وقت. لا ومش بس كده، دول كمان بدأوا في استقطاب دول جديدة بتطمع في نفوذ أكبر وتكاليف أقل لتجارتها عشان تنضم للممر ده. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من عدة أيام وأثناء زيارته إلى باكو عاصمة أذربيجان إنه جاري العمل على مد خط سكة حديد لتسيير حركة قطارات منتظمة بمنطقة رشت وأستارا على امتداد ساحل بحر قزوين على الأراضي الإيرانية مرورا بالشريط الحدودي مع أذربيجان، وده ضمن مشروع ممر الشمال والجنوب.
وإن المشروع ده هيكون ليه أهمية إقليمية وعالمية رهيبة. لكن المثير أكتر كان في تصريحه، وهو إنه بيأكد إن وزراء النقل في الدول المشاركة على تواصل مستمر، ومش بس كده، ده مع رؤساء الدول كمان، وده لأن الممر مكون من شبكة خطوط بحرية وبرية وسكك حديد بطول 7200 كيلومتر، وبيبدأ من مدينة مومباي في الهند عشان يربط المحيط الهندي ومنطقة الخليج مع بحر قزوين مرورا بإيران، بالإضافة إنه بيتوجه إلى سان بطرسبرغ الروسية ومنها إلى شمال أوروبا لغاية ما بيوصل إلى العاصمة الفنلندية، وبكده يبقى اختصر المسافة مقارنة بقناة السويس المصرية بمقدار أكتر من الضعف، وهتنخفض مدة الشحن وتكلفتها إلى النص تقريبا. ومن وجهة نظر رئيس قسم تنمية منظومة النقل الروسي فلاديمير تسيجانوف، فمسألة مد السكة الحديدية في إيران وسرعة تحقيق المشروع ما هي إلا محاولة من الحكومة الروسية للخروج من أزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، خاصة إن ممر النقل هيكون مزيج بين الطرق السريعة والسكك الحديدية، يعني بمعنى أدق هيكون أقل تكلفة وأنظف من الناحية البيئية. وعشان كده كتير من الخبراء بيعتقدوا إن النظام الاقتصادي الجديد هيشهد طفرة في مجال الخدمات اللوجستية ومنظومة النقل في السوق العالمية، وكتير منهم بيراهن إن الممر ده تحديداً هيتحول بمرور الوقت لأهم مركز للتنمية الاقتصادية على مستوى العالم. والدليل على كده إن نادي فالداي الروسي الدولي للنقاشات نشر مقالة بعنوان لوجستيات القرن 21 والنظام الاقتصادي الجديد أفاق ممر النقل الشمال والجنوب، وبتوضح المقالة إن الرئيس فلاديمير بوتين بيحاول يستخدم إمكانياته مع واقع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن طريق تطوير العلاقات مع الدول الأسيوية والأوراسية، وده من أجل تنويع الأسواق. وبالرغم من التكلفة الرهيبة لإنشاء الممر اللي قد تصل إلى 40 مليار دولار، منها 10 مليار لإنشاء المواقع ذات الأولوية القصوى لتشغيل الممر، إلا إن الفائدة المتوقعة هتغطي تكاليف الإنشاء خلال الشهور الأولى. ومراعاة للحالة الاقتصادية في إيران، فقررت الهند إنها تستثمر بحوالي 2.5 مليار دولار لإنشاء البنية التحتية للنقل في إيران. وعشان كده روح الله لطيفي المتحدث باسم الجمارك الإيرانية بيؤكد إن بلاده بتشكل همزة وصل بري وبحري لعدد من الممرات الدولية بسبب موقعها الجغرافي الممتاز، لكن أهمها هو الممر الجديد اللي هيكون بمثابة ظاهرة في مجال النقل والتجارة العالمية. وأعلن إن إيران كانت بتسعى لي من سنين طويلة، لكن الحكومة الروسية كانت متجاهلة الموضوع لغاية ما اتفرض عليها عقوبات اقتصادية عنكبوتية لتدمير بنيتها وخنق مواردها المختلفة. وبيوعد أمريكا والدول الأوروبية إن بعد الانتهاء من بناء الممر هيبدأ اقتصادهم في الانهيار تدريجياً، لأن هيبقى الإقبال عليه من العالم كله باعتباره أهم ممر وطريق تجاري في التاريخ، وشبهه بطريق الحرير اللي كان الشعوب والقوافل التجارية كلها من آلاف السنين بيعبروا من خلاله. لازم تعرف إن الممر ده بعد وصوله الأراضي الإيرانية هيتفرع إلى فرعين غربي وشرقي، والهدف من الاتنين هو إنهم يربطوا بين جنوب إيران وبين الخليج وبحر عمان، بداية من شرقها ولغاية شمالها على بحر قزوين، بالإضافة إلى شبكة كبيرة من الخطوط الحديدية والبرية هتربط تقريبا جميع الحدود الإيرانية والمحافظات الإيرانية بشبكة مواصلات على طريق ممر الشمال الجنوب داخل إيران. يعني باختصار كده الشبكة الداخلية الإيرانية هتشكل حلقة وصل بين ال 15 دولة الموجودين جنب إيران على حدودها الأربعة شمال وجنوب وشرق وغرب. وبالرغم من الأهمية الرهيبة للممر، إلا أن بعض المسؤولين في إيران خايفين أنه ما يتمش، وده لوجود أسباب كتير زي البيروقراطية في الجهاز الإداري للحكومة الإيرانية. وأكد أنوش رهام مستشار شؤون الممرات الدولية في منظمة التنمية والتجارة الإيرانية إن عمولة النقل في بحر قزوين مرتفعة بسبب عدم وجود التنافسية في الملاحة البحرية هناك نتيجة قلة سفن الشحن فيه، وده بيؤدي إلى بطء عمل الشركات المشغلة لمواني الدول المجاورة مقارنة مع إيران. ده غير إن لازم يحصل توحيد لبوليصات الشحن بين الدول كخطوة أساسية لا غنى عنها، بالإضافة إلى ضرورة تأسيس شركات لوجستية عملاقة وإنشاء طرق تجارية حرة داخل إيران وتطوير النقل البحري والحديدي على طول الممر عشان يقدر في النهاية يربط الهند بشمال وشرق أوروبا،
والمثير في الموضوع إن عمليات النقل التجريبية بدأت بالفعل، وتحركت شحنة روسية من ميناء سان بطرسبرغ مكونة من حاويتين محملة بصفائح خشبية وزنها 41 طن عشان توصل للهند، وقبلها كان في شحنة ورق بيتم نقلها من فنلندا إلى الهند عن طريق شاحنات من ميناء أستارا الإيراني. وكل الخبراء أكدوا إن بعد الانتهاء من بناء الممر هيتم استغناء جميع الدول عن قناة السويس، وده لأنه بينافس قناة السويس الملاحية اللي العالم كان بيعتبرها على مدار قرنين أهم خط ملاحي على الأرض. فهتقل تكاليف النقل بقيمة 2500 دولار تقريبا لكل 15 طن من الحمولات، بالإضافة إلى تقليل فترة الشحن الزمنية عن قناة السويس بحوالي 30 يوم تقريبا. يعني استخدامه هيحقق لجميع الدول ربح أكبر بكتير من استخدامهم لقناة السويس الملاحية، وده لأن حسب الدراسات اللي تم إجراءها مؤخرا فاستخدام الممر هيقلل المسافة الزمنية لتصدير البضائع من جنوب آسيا إلى شمال أوروبا نحو 40%، بالإضافة إلى خفض تكلفة الصادرات بنسبة 30% تقريبا. وأحب أفكرك مرة تانية إن الممر ده هيتحرك في مسار رأسي وأفقي عشان يربط موانئ إيران الجنوبية على طول مياه الخليج العربي بشمال إيران لغاية ما يوصل إلى روسيا، بالإضافة لإنه هيربط ميناء مومباي على الساحل الغربي للهند مرورا ببحر العرب لغاية ميناء تشابهار وصولا إلى روسيا ودول أوروبا باستخدام خطوط السكك الحديدية. يعني باختصار شديد، ممر الشمال والجنوب بيشكل خطورة قصوى وتهديد قوي للاقتصاد المصري. مفيش شك إن الأيام الجاية هتكشف لنا عن حقائق جديدة، وهل بالفعل هيتم الانتهاء منه خلال وقت قصير زي ما وضحت الصحف الإيرانية والروسية، ولا هتظهر عقبات جديدة تمنع من تحقيق الإنجاز ده، خاصة إن الولايات المتحدة وبريطانيا بتتابع الموضوع باهتمام شديد لأنه هيشكل تهديد على الاقتصاد العالمي ككل باعتبار إن دول كتير هتنضم ليه، وساعتها هتفشل أمريكا من تنفيذ حصارها الاقتصادي على روسيا وإيران. وبكده تكون خلصت حلقتنا، هستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تقولوا عايزين مواضيع ايه نعرضها في القناة، وتشوفوا المواضيع اللي فاتت واللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. سلام.